السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهاردة انا هربت منيهم، هربت من العيال ومن الدراسة الاونلاين، وقلت ايه اتمشى شوية. في تلج بينزل. في ايه يا انس؟ خدت انس معاك؟ في لعبة في جيبك؟ ماشي يلا. خدت انس يتمشى شوية. تعالى قدامي يا انس هنا، واحنا بنتمشى كده رايح اجيب لبن وحاجات كده. فقلت ايه هتمشى شوية واهرب من الصداع بتاع الاونلاين بتاع العيال ده هوت، ونتكلم في حبة حاجات كده من اللي انتوا سألتوا عليها. فرصة بجد، يا رب يخلص بقى ام الفيروس ده هوت. الواحد تعب، والدراسة الاونلاين اللي من الساعة 9 دي للساعة 3:30 وهم شغالين على الفصول، والدوشة بقى ولا كنا قاعدة في مدرسة. واللي يقوم يقوم من على الايباد عشان يلعب، ولا اللي لاقيه بيتفرج على فيديوهاته هو الدرس شغال، ولا اللي ينام، ولا انا فاكرهم اللي هم بيلعبوا بالايباد عاوز يلعب ايباد هو كمان. فحاجة متعبة والله، صداع من اول الساعة 9 للساعة 3:30، يا رب افرجها. المهم ندخل في الموضوع الاساسي، واحنا بنتمشى كده لغايه ما نوصل للمول اللي هناك اللي عنده فريزر قصر ده. هنا اعمال البناء. يلا يا انس امشي قدامي يا بابا، يلا امشي قدامي كده. الممر ده بيعملوه، الممر ده مش ما كانش موجود قبل كده، بس هم عاملينه هنا عشان الناس تعدي تحتيه، عشان لا قدر الله لو حاجه وقعت، لو حاجه عملت في المبنى اللي هم بيصلحوا فيه او البنود اهوت، ما تقعش على الناس. المهم الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة، ولا خلينا بس لما نبعد من المكان الدوشة ده شوية. أنس بالراحة عشان العربيات، قول باي باي يا أنس. انت البتاع جاي على عينيك، تعالى كده يلا تعالى عشان أعدلها لك. هكلم لكم النهاردة عن العفش اللي انتوا تجيبوه، أو تأسيس البيت، ازاي الواحد يأسس البيت أول ما بيجي. طبعا بتبقى زي ما بيقولوا ماسوره مصاريف فتحت اول ما الواحد بيجي. طبعا بيت عاوز يتاسس من اول وجديد. ده الملعب اللي العيال كانوا بيلعبوا فيه في الصيف، في واحد بس هو ابن جوه. دلوقتي عاملين حجر حظر تجول الا للناس اللي بتشتغل دي، العمال دي اللي عنده شغل مهم اللي اشغالهم ما اتقفلتش، واللي عاوز يعمل رياضه، واللي يمشي الكلاب بتاعته، واللي رايح لدكتور، واللي رايح لعيادة، او قصدي يعني الصيدلية وكده، والتسوق طبعا الاكل. المهم العفش ده بنحتاج اللي انت تأسس طبعا من اول وجديد، بيت من اول وجديد، فعاوزين نقلل المصاريف شوية. فاقول لكم على حبة حاجات ممكن تعملوها. اولا الغسالة والنشافة اللي هم موجودين هنا دولت، اغلب المحلات او اغلب البيوت ما بيبقاش مسموح اللي انت تجيب فيهم، قصدي مش البيوت، الشقق اللي في العمارات مش مسموح لك اللي انت تجيب اصلا غسالة ونشافة، عشان بيقتصدوا في الكهرباء، وحاجة تانية عشان المية، عشان البيوت اصلا معظمها خشب او كلها خشب. الدوشة في كل مكان، كل حبة يا بيبنوا يا بيعملوا المترو، دوشة دوشة. انا حاولت ابعد عن الدوشة دي، مش عارفة لسه في دوشة ولا لا. تعالى يا انس. المهم كنا بنتكلم في الغسالة والنشافة. في الشقق ممنوع اللي انت تجيبهم اصلا. بيبقى في اوضة تحت زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو هتلاقوه على القناة، النشافات والغسالات بيبقوا تحت في الدور اللي تحت خالص، او بيحددوها، ساعات بيبقى في الدور الثاني، ساعات بيبقى الدور الاولاني تحت خالص. فكل بيغسل بيبقى معاك كارت كده، بتشحنه فلوس، وبتغسل بقى الهدوم تحت في الغساله وفي النشافه. الغسيل بيبقى ب2.5 باين، والتنشيف ب2 دولار الا ربع، حاجه زي كده. انت عاوز تقعد يا انس ولا ايه؟ يلا يا انس. لكن الشقة لو خدت شقة، قصدي البيت بيبقى غالبا فيه هو الغسالة والنشافة بتوعه، فمبتحتاجش تجيب.
لو هتجيب واضطريت تجيب بقى وخلاص هو ده البيت الاساسي، بيبقى تجيب الحاجات دي ايه جديدة احسن. وفي محلات كتير، استنى لسه، بيبقى في محلات كتير للحاجات دي، هي زي بيست باي، هتلاقي في محلات كتير تدور على النت. التلاجة والغسالة نفس الكلام، التلاجة والبوتاجاز نفس الكلام، بتلاقيهم موجودين في البيوت وفي الشقق غالبا بتبقى موجودين. لو ما فيش برضك تجيبهم جداد، عشان هنا الصيانة والتصليح غاليين جدا. تعالى انا سنقف هنا، الصيانة والتصليح بتبقى غالية جدا، فاكنها تمن الحاجة تاني، فالاحسن ان انت ترميها وتجيب تاني، فتجيب من الاول جديد ما يحتاجش كل شوية تصليح، احسن حاجة. جدا الحاجات الاساسية الكبيرة. بعد كده العفش بقى اللي هو السراير، المكتب، الكنب، الحاجات دي كلها تجيبهم، الاحسن الاحسن يعني، او مش الاحسن، عاوز توفر فلوس تجيبهم مستعمل. مستعمل في مستعمل جديد وفي مستعمل نص نص، انت بقى بتشوف الحاجه. يلا يا انس، يلا يا انس، عدي عدي، يلا عدي بسرعه، الاشاره فتحت اهي للمشاه، هنعدي نروح المكتبه الاول هنا دهيت، نرجع الكتب ونجيب كتب. ده بنك هنا ار بي سي. المهم بتجيبهم مستعمل، وزي مواقع ايه بقى، انا اقول لكم كيجيجي، ده كيجيجي معروف في كل البلدان طبعا، في ماركت بليس اللي هي تبع الفيسبوك كده، هوت ممكن تجيب منه برضه، بيبقى ناس عارضين حاجاتهم تروح تشوفها، عجبتك ما عجبتكش. في ايه تاني، في المحلات اللي هي اللي انا برضك عملت لكم فيديوهات عنها قبل كده، اللي هي اسمها ثيرف ستور، دي اللي هو السكند هاند زي ما بيقولوا، بس بيبقى فيه حاجات تحفه فيها صراحه يعني. ممكن تجيب برضك منها الكنب، تجيب منها المكاتب والحاجات دي. تعالى انا خلينا واقفين هنا شويه، دي المكتبه هنا اهو. ايه تاني عاوز اقوله لكم، بس تخلوا بالكم برضو تفتشوا في الحاجه كويس يعني، لو فيها حشرات، لو فيها حاجه بتشوفوها كويس. لو عاوزين تجيبوها اللي هي جديده واسعارها معقوله، بتبقى ايكيا طبعا، ايكيا ولا ايكيا، دي انسب حاجه اللي انتوا تجيبوا منها الحاجات باسعار معقوله، بس هي طبعا جودتها مش المية مية يعني، مش خشب زان يعني، فبتنفع يعني. بس لما تشتري الحاجات حاول تشتري كل العفش في يوم واحد وتنقله بعربية واحدة. في عربيات هنا هحط لكم صورتها بعد شوية، اسمها يو هول. يو هول ده اللي هي بتاعت الشركة بتاعت النقل، بتنقل فيها الحاجات، عشان هي بتبقى غالية شوية، بتتأجر بالساعة، وتأجرها بقى تشوف بقى بسوق وبتاع، فبيبقى ايه غاليين شوية. فالنقل هو مشكلته الغلو هنا، فحتى الناس لما بتنقل من مكان لمكان بيسيبوا اغلب العفش، بيسيبوه الحاجات اللي مش مهمة او الحاجات الكبيرة بيسيبوها، بينقلوا الحاجات المهمة بس. فبتأجرها، بتحاول تزبط كل المواعيد مع بعضهم وان هم ايه يوصلوا في نفس اليوم. هنيجي بقى للايه، للمراتب، للمخدات والحاجات دي، دي طبعا لازم تشتريها جديد، الاحسن يعني لازم تشتريها جديد. وطبعا ايكيا ووالمارت دولت انسب حاجه اللي انت تشتري الحاجات دي فيها، لان في هنا حاجه منتشره جدا ربنا يحفظنا منها يعني، اللي اسمها بيت بج، الحشرات بتاعت السرير يعني، دي بتبقى حشرات صغيره كده، بتبقى مستخبيه في المراتب وفي الحاجه، فالاحسن اللي انت ايه تشتريها جديده. لو وصلتوا بقى معانا لغايه هنا، يا ريت يا ريت تتفرجوا على الفيديوهات القديمه في القناه، هتلاقوا حاجات تعجبكم كتير، بالذات السنه اللي فاتت وكده، لما كان الواحد لسه بيخرج، مش السنه اللي فاتت، اللي قبليها، كان في خروجات بقى، وفي المتاحف اللي في كندا، والاحتفالات، وفي جنينه حيوانات، وملاهي، في حاجات كتير هتلاقوها على القناه. زمان كان الواحد بيخرج وبيعمل، لسه بس الواحد السنه دي اللي قلبها شوبينج والكلام ده هوت، بس هتلاقوا فيديوهات كتير ان شاء الله تفسحكم في كندا شويه، وتوريكم جمال كندا في ايام غير كورونا.
وياريت تتفرجوا عليها وتشيروا القناة كده وتكبروا عائلتنا. ويلا نكمل مع بعض الفيديو الجميل دلوقتي عشان المكاتب مقفولة برضه، المكتبات او المكتبات العامة مقفولة، فبترجع الكتب هنا كده، مش بتدخل جوه وترجعها، ترجعها هنا في البتاع ده. هما بقى بعد 5 6 ايام يقول لك اللي هي رجعت ولا لسه. هاتي انس، هاتي انس، او يرجعها لك الاونلاين يعني مكان الحجز اللي انت حجزته. وهوريكم دلوقتي كمان لو عامل هولد تاخدهم من جوه ازاي. انا برضه في قبل كده فيديو عن المكتبات العامة هنا وازاي كان الواحد بيروح وبيلعب العيال، دلوقتي كل ده راح بسبب كورونا. يلا انس بيساعدني. وهنا بقى هي خدت دلوقتي، بص مقفلينها ازاي من عند باب البتاع، بتديها الكاتب بتاع المكتبة وهي يجيب لك الحاجات اللي هولد من جوه. المكتبة كلها مقفولة. يا معين ربنا يرجع الايام زي ما كانت. خلصنا المكتبة اهو. انس عاوز يتفرج على العصافير، على الحمام قصدي، شوية كان عاوز يأكلهم. قلت لهم عايش حاجة تأكلهم يا ابني، الناس بتجيب ساعات عيش ساعات رز ويمولهم هنا وياكلوه، بيبقوا اكتر من كده ساعات. المهم كنت بقول لكم الحاجات اللي هي المراتب والمخدات والحاجات دي تجيبوها لازم جديدة عشان الحشرات. ايه تاني البتاع ده هوت، الحاجات بقى الرفاية، حاجات المطبخ، الحاجات ده هيت زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، ممكن تجيبوا حاجات بسيطة معاكم في الاول، حلتين على صينيتين على طبقين، حاجات بسيطة، وبعد كده ممكن تجيبوا من والمارت او من دولاراما. تعالى يا انس بقى ما تدوخنيش معاك. دولاراما برضو عملت لكم فيديو قبل كده ازاي تجيبوا حاجات البيت منها، من حاجات المطبخ اكتر حاجة، وحاجات البيت سواء بقى مشايات، فوط، الحاجات دي كلها، الحاجات الصغيرة دي والمارت ودولاراما قايمين بالواجب يعني، حاجات هتلاقيهم اسعارها معقولة وحلوة. اعملوا حسابكم بس ان النقل اللي انتوا بتسيبوا الحاجة، لو البيت اللي انت او الشقة اللي انتوا واخدينها دي مؤقتة، ويبقى عامل حسابك اللي انت هتسيب كل الحاجات دهيت او تقدر تربحها قبل ما تمشي. فلو هتقعد في حاجة مؤقتة حرام ان انت تجيب حاجات جديدة وغالية وبعد كده ايه هتضطر تسيبها او تنقلها بقى بزي تمنها تاني. والاجهزة الكهربائية زي ما قلت لكم برضك بتحتاج صيانة غالية، هنا الصيانة غالية سواء للموبايلات للكمبيوترات، تلاقي الناس بترميهم وتجيب جديد احسن. ايه تاني وبرضك قلت لكم ايه تاني حاجات بقى اللي هي زي الكيتشن ماشين، الكبة، البتاع بتاعت القهوة، كل دول اسعارهم في وول مارت حلوة رخيصة مش غالية. هتلاقوا في طبعا تدرجات يعني، في حاجات غالية وفي حاجات معقولة تمشي. ايه تاني وقلت لكم محلات اللي هي المستعمل، في حاجة اسمها سيرف ستور، في كيجيجي، في فاليو فاليج، ده هي برضك محل برضك بتاع مستعمل، بتاع المستعمل ده تشوفوا تجيبوا منه لعب الاطفال، التحف، الحاجات التحف الورود والحاجات ده هي، الكتب، سيديهات، ايه تاني والله. وعندها لبس ساعات بيبقى فيه لبس يعني بالتيكت بتاعه لسه جديد، بيبقى بواقي محلات وحاجات كده، بس ما يعني ما انصحش بيه قوي يعني، في الحاجات المسلات بتاعت المراتب والحاجات ده هيت ما انصحش بالحاجات المستعملة. ايه تاني وبرضك الهدوم برضك هتلاقوها في وول مارت رخيصة وفي اوشكاش، دي العيال اسعارها رخيصة هناك يعني. بس كده انا جبت كل الحاجات اللي بتتحط في البيت، العفش، وقلت لكم الحاجات المهمة. وان شاء الله كده الفيديو يعجبكم، ونخلص الفيديو على هنا واروح اجيب لبن من مترو واروح على البيت. يلا يا انس قول لهم باي باي. يلا بقى هنا يا انس، بص هنا قول باي باي. مع السلامة. قاعد يكسر نفسهم ينزلوا ويخرجوا، نفسهم ينزلوا ويخرجوا العيال، والله زهقوا من قعدة البيت والاونلاين سكول ده، هوت حاجة متعبة. يلا اشوفكم في فيديو جديد ومفيد، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت تشيروه، وما تنسوش ده سنو؟ سنو.
تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات القديمة اللي في القناة. يلا باي باي، مع السلامة. برضو كل احصى فيه تاني. انا لسه مخلصة من مترو اهو، تعالى انوس هنا. كل المحلات قافلة اهو في المول، بصوا ده عملت لكم فيديو عنه قبل كده، قافل اهو الحاجات كلها. وهنا اشكش، هنا بتاع موبايلات، اغلب المحلات قافله. ده بتاع الخمره، اغلب المحلات تبقى قافله، بس بتطلب اونلاين وتروح تعمل لها بيك اب، بتروح تاخد منها يعني، تاخد من قدام المحل. المحل تلاقيه مفتوح النور بتاعه، واللي شغال بس في المحل هو اللي واقف، ويفتح لك الباب ويديك الحاجه بتاعتك وخلاص. انا دلوقتي رايحه المحل ده، انا كنت خلصت الفيديو بس قلت اوريكم حاجه. رايحه المحل ده بتاع زي ابو دولارين كده، بس هو ده اسمه اهو، زي ما انتوا شايفينه بيبقى فيه كل حاجه. كنت عاوزه اوريكم اللي هو حاجات البيت. تعالى انس كده، دي حاجات الاحتفالات واعياد الميلاد، حاجات البلاستيك كلها. دي لعب الاولاد. خلينا نروح عند المهم. بصوا هنا حاجات الكهرباء برضو كلها، واللزق والحاجات تحت اهي، كل ده موجود. هنا حاجات المكتب. يا انس استوب انت، تعال. هنا حاجات اللي تبيض بيها وتعمل، كلها حاجات الانوار والمكتب قصدي والكهرباء. هنا اهو، تعال انت يا انس. هنا برضو بس ده هما فيه تنوع اكتر. هنا هتلاقي برضو اطباق وحاجات اهي، وكاسات، انواع الاطباق، العلب بتاعه الحفظ، في بهارات صغيره اهي، في المفارش قصدي المشايات، الفوط. هتلاقوا كل حاجه هنا هو موجوده. الحاجات برضو بتاعه الحمام هتلاقوها برضو في دولارات، بتبقى رخيصه. فيعني حبيت اوريكم فكره عن الحاجات اللي بتبقى موجوده وبس كده. يلا نسيبكم بقى على خير، سلام.